خبر اعتقال ديال الرئيس السابق ما يمكنناش نعلقوا عليه دابا، الملف هو معروض على القضاء وبالتالي الامر بيد القضاء، والقضاء سلطه مستقله في البلاد، بالتالي لا يمكن التعليق على معتقل رهن اشاره السلطه القضائيه. نحن في موقع المعارضه، وبالتالي ماشي معارضه من اجل المعارضه، معارضه ناصحه، معارضه من اجل تقويم الاختلالات، وبالتالي معارضه كقوه اقتراحيه مع المجلس برئاسته الجديده، وبالتالي احنا نتمنى اننا نشكلوا اضافه نوعيه ان شاء الله تعالى باش نصحوا المسار اللي كنا دائما كنا كننتقدوا السنوات الماضيه من الاختلالات اللي كانت في التدبير، واليوم النتائج اللي راه كتشوفوها، وبالتالي كنتمنوا اننا نبصموا على تجربه جديده تكون بنتائج وتعود بالنفع للمدينه ديالنا. واكيد اننا احنا الا كان المجلس الحالي، واظن انه احنا كنستبشروا خير بانه الا كانت ملفات اللي عندها وقع ايجابي على المدينه فسنا غنكونوا دعم وسند ليه، ولكن الا شفنا هناك بعض الاختلالات سنواجهها بالقوه اللازمه وبالمواقف ديالنا المعروفه دائما وابدا لما يخدم المصلحه ديال المدينه ديالنا والمصلحه ديال البلد ديالنا. هذاك السيد راه تصور دار خروقات في البلاد بزاف، دار خروقات في البلاد بزاف، سهل اللي دار الذنب يسال العقوبه، لان علاش راه تصور دار حي صنعه هو صنع حي، هو الملك تاع الدوله، الاراضي ديال الدوله، وفرقها بقاع، كاين اللي باعوا، كاين اللي هداه الاصدقاء المتواطئين معاه بلا ما شي وحدين بلا ما نسميهم، وكاين شي وحدين داروهم في سميت عائلاتهم وباعوهم، وهذوك الاراضي دابا 350 متر 250 متر 200 متر اللي فرقهم هو، وعلى الطريق البحري، وتصور هذوك الاراضي شحال كدير تقريبا، راه كيديروا ميزانيه، وشوف شحال باعهم هو، وصير تشوف دابا راه ولاو فيلات، كل فيلا وحده كتسوى 800 مليون 900 مليون، باش ودابا المشكل هو اللي جاي واحد الطريق بحري من تما وغيهدموا ليهم، وغيوليو ضحايا مساكن، هذوك العائلات كلهم غيوليو ضحايا. كان امبراطور ديال بوزنيغا ديال بصح، ولكن الله يمهل ولا يهمل. ربي كبير، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بجهد الله، وقد ما كانوا المصلحين قلال قادين على الفاسدين، وخا يكونوا كثار قادين عليهم. المجلس السابق ديال الرئيس السابق ما كانت حتى حاجة باينة، كتشوف الاراضي، لان علاش الاراضي هو كي بروفيتي فيهم اراضي، كتشوف شي حاجه فيها العقار راه عنده صبع وتم، اي حاجه فيها العقار عنده صبع وتم. والحمد لله الشاب هذا الرئيس الجديد هذا الحمد لله عنده طموح، باغي يخدم البلاد ان شاء الله، وحنايا راه معاونينه، وتا هو النهار اللي ما يبغيش يخدم البلاد راه غيلقينا ضده، غيلقاني موجود ليه. مني انا وجبد، الا درت الدرب نسال العقوبه، مني انا وجبد، انا اي واحد اي مفسد كنتمناه ياخذ العقاب ديالو اكثر من حد، لان علاش هذوك المفسدين هما اللي كيجعلوا هذوك الناس اللي في باطيرات مساكن كيمشيو يحرقوا وكيموتوا في البحر، هاد المفسدين هما السبب، الله ياخذ فيهم الحق.